بداية احنا جايين نقدم وجه العزاء في مع أسر الضحايا. الدولة متمثلة في السيد الرئيس بيحاول ان احنا نخلق مشروعات صغيرة، ويمكن في خلال الاسبوع الجاي ده موضوع خطة كبيرة جدا جدا للمشروعات الصغيرة اللي هتقدم للشباب. ايه اللي هيتم تقديمه للشباب يا فندم؟ في مشروعات صغيرة، في قروض، في قروض ميسرة، في مصانع جديدة ومناطق صناعية تتفتح. يعني هو بيخش المدرسة بيعلموه وبعدين بيفصلوه عن وطنه، يعني بيمحوا هويته خالص. يعني السبب الرئيسي ان ايطاليا بتستضيف الناس ديت القضاء على الهويه المصريه. السبب في اقبال الشباب على الهجره غير الشرعيه عدم توفير فرص عمل ليهم هنا في مصر، فلان احنا عندنا، لان الشباب معظم الشباب، انا راجل مدرس في المرحله بتاعت المرحله الاعداديه وعارف الطلبه بتفكر ازاي. يعني هو دلوقتي بيطلع عاوز حاجه من الاثنين، يا يدخل الجيش عشان ياخد مرتب، يا يسافر بره وبمرتب كويس، يا اما وظيفه حكومه. فبما ان مفيش وظايف حكوميه ومفيش حاجه ومفيش مش عارف يدخل الجيش، فبيلجا للسفر بره. انت حاولت اربع مرات ليه يا العيشه؟ انت عندك كام سنه؟ قلت 14 صح؟ 16. دلوقتي انت بتحاول من كام سنه؟ انت عمرك ايه؟ السنه دي اربع مرات. السنه دي حاولت اربع مرات. بياخدوا منكم المره بكام؟ المره بكام؟ لو اللي وصل بياخد منه 30,000. ما وصلش راح مثلا راح ورجع ما بياخدش منه حاجه، انما لو راح ووصل داخل المدرسه بياخد منه 30,000. بس العيشه هل تستاهل ان انت تضحي بعمرك يا احمد؟ هو كده بقى، هي عيشتنا كده. هو كان بيشتغل في مصنع غزل النسيج، شركه غزل النسيج بتاع المحل، وطلع على المعاش. والدتي ست بيت وليه اربع اخوات وانا الوحيد، لازم اسافر علشان اساعده. انا شايف ان الحاله وحشه، المعاش ما بيعملش اي حاجه خالص.